بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل كل شيء يعطيكم الصحة للجميع لعظمة سونار لاجر، وراء ألوفات وألوفات رسالات وكل شيء، لكن الحمد لله عملنا الواجبة تاعنا كل شيء والحمد لله روحنا به. كانت الأمية تاعو يكمل أياماته في الجزائر أمام العائلة والولاد وخاوته وأرضه، أرض الوطن. لكن للأسف لحقة الأجل ما نجمش باش نهبط، لأن كل شيء مغلوق وقدر الله ما شاء فعل. من نهار كنا في المستشفى وقالوا لنا الأطباء بيرى الأجل راهو قريب، الأب حس لها وكل شيء وكان يتحضن فينا وكل شيء. قالنا يا ولادتي أعملوا المجهود نتاعكم باش نهبط البلاد وكل شيء. قلت له يا الوالد كن هاني، هذه إن شاء الله نعملها كما نقدروا مع الصعوبات والأمراض اللي صايرة في العالم والحمد لله تعرفنا على الرجال اللي وقفت معنا وساعدتنا باش ديناهم دينا الأب إلى الجزائر. الحمد لله ولله الحمد. كان أشياء بزاف جات في الحياة والحمد لله الحمد لله وقفنا معاه إلى يوم الآخر بكل صراحة. كان صعب 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 جدا والحمد لله الحمد لله. سن لازم تقبلها لأن هذا الموت حق ورانا كون رايحين ليها، والحمد لله إنسان مسلم ونامنو بالموت وعلى بالنا بها وكون رايحين ليها. إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم سابقون نحن لاحقون. المهم حاجة اللي تفكرني بك نبدأ نتبسم ونضحك، كي كنت دايما نزورو في السبيطار كل يوم. واليوم يوم قروا لي بها، وتعرفوا الوالدين تاع قبل ما همش كيما ما كانوش يحبوا يبينوا الحب تاعهم إلينا وكل شيء. وكي سمعتها اليوم قال يوسف هذا ما عنديش خوه، يوسف هذا محاربي مهما يكون صار له في حياته كل شيء دائما حارب ودائما شرف ودائما محمل وجهي. هاك تشوفوا الدنيا اواخر ايام وقفت معاه، ناس عملونا مشاكل، هدونا سبونا طيحونا الكلام لأجل بطولة. والدرك قولوا له الامبير يجيبوا لي بوي، ما يجيبوا له جبي، فهمتوا؟ عملنا أشياء ما صدقونيش، قالوا كذاب راك منا ومن خواف منا. شوف اليوم دليلها هاو توفى لسبب السبب المرض. نعم وقفنا معاه لآخر دقيقة قدر الله ما شاء فعل. المهم ان شاء الله يهدي ما خلق هذا ما كان، حاولوا قد ما تقدروا كونوا واقفين مع والديكم في الضرب الصح، لان والله الدنيا ما هي دائمه قسما بالله. والله يهدي ما خلق وان شاء الله ربي يثبتنا برك في ديننا ويقوي ايماننا وثبتنا ان شاء الله، ويهدي كل 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 مسلم كل مؤمن ان شاء الله. المهم جزاكم الله خيرا واجركم اجر عند الله ان شاء الله. السلام عليكم.